طبعا صباحكم مشاهدينا، واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري نقدمه لكم من قناتكم ميديان تي في. ومباشره الى عناوين النشره. تجسيدا لمخطط تنميه جهه الدار البيضاء، الملك محمد السادس يعطي انطلاقه اشغال انجاز المسرح الكبير للمدينه. صحراويون يدقون ناقوس الخطر بنيويورك ازاء انتهاكات حقوق الانسان في تندوف. والتحالف الدولي يكثف غاراته الجوية على مواقع داعش بكوباني شمال سوريا. أهلا بكم من جديد، ونبدأ من الدار البيضاء، حيث أشرف الملك محمد السادس أمس على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المسرح الكبير للدار البيضاء كاز آرتس، بما يشكل تجسيدا جديدا للمخطط المندمج لتنمية جهة الدار البيضاء الكبرى. ويعكس هذا المشروع الرائد يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليها الملك محمد السادس للنهوض بالثقافة التي تعد أساس تلحم الأمة وعماد هويتها وأصالتها. فاتحة وألي. في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة، مشروع ثقافي رائد في طريقه إلى البناء باستثمار تبلغ قيمته مليار ونصف المليار درهم. بالبيضاء أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المسرح الكبير للدار البيضاء كازا آرتس، أيقونة معمارية وحضارية صممت لتكون نقطة التقاء الفنون والثقافة ورمزا للانبعاث الثقافي والفني لعاصمة المملكة الاقتصادية. تصميم المسرح الكبير للدار البيضاء يشتمل على قاعات للعروض الفنية والمسرح والحفلات الموسيقية، فضاءات للتمرين والإبداع، وورشات بيداغوجية للأطفال، وقرية للفنانين والتقنيين، وفضاءات تجارية وأخرى في الهواء الطلق مخصصة للحفلات الفنية. هذا المشروع الوازن يهم كذلك إعادة تهيئة الساحتين الكبيرتين الراشدي ومحمد الخامس، واللتين ستشتملان بعد انتهاء الأشغال بهما على مواقف تحت أرضية للسيارات بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 900 عربة. كازا آرتس فضاء ثقافي بمعايير دولية يروم تمكين جهة الدار البيضاء الكبرى من قطب مخصص للتنشيط الفني والترفيه، من شأنه احتضان التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية وتحفيز بروز المواهب لا سيما في أوساط الشباب. ونبقى في مدينة الدار البيضاء التي شهدت أمس تنظيم ندوة حول سبل اعتماد تقنيات الخرائط الفضائية في تحسين تدبير واستغلال البنيات التحتية الحضرية. المزيد عن الموضوع في هذا الروبورتاج لشفيق فايز وعصام العباري. تحسين فعالية البنيات التحتية الحضرية والزيادة من نجاعاتها باعتماد وسائل وتقنيات المعطيات الخرائطية الفضائية كان هو موضوع الورشة التي نظمتها جامعة مونديابوليس، والتي حاولت من خلالها التعريف بآخر التقنيات المستخدمة في هذا المجال وآفاق اعتمادها في إدارة المدن المغربية. لا جيولوكاليزاسيون بالنسبة لنا كيعطي الإمكانية ديال أنه الطالب يخدم على مشروع اللي كيحس به كيلمسو، اللي كيجعلو انه كيخرج من القسم فكيكون عنده واحد الحماس، ومن جهه اخرى انه قريب لهذا المدينه والاوربانيزاسيون والمدينه الذكيه سمارت سيتيز، لان ماشي في هذا المجال، وفي نفس الوقت كيجعلو انه يمكن له يخدم بالتكنولوجيا اللي هي غادي تساعد في هذا الشيء. النقل، الصرف الصحي، تدبير الإنارة والطرقات، كلها مجالات يمكن أن تستفيد من الإمكانيات التي تتيحها تقنيات الخرائط الفضائية. ودعما لهذا الجانب شهدت أشغال الورشة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ربطت بين الإدارة العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. هذه الشراكة ستمكننا من مساعدة جامعة من التكوين في ميدان حقوق الإنسان، وكذلك الجامعة تساهم في المنظمة في عدد من الأنشطة المجتمعية، محافظة على البيئة ومشاركة المواطنين في عدد من المدن والقرى في تدبير إنشاء العام.
الدار البيضاء عرفت مؤخرا تجهيز شاحنات جمع النفايات بشرائح تحديد للمواقع عبر الأقمار الاصطناعية، خطوة أولى تبرهن عن نجاعة هذه التقنيات الحديثة في تدبير المدن المغربية. دق سكان الأقاليم الجنوبية المغربية أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في نيويورك دقوا ناقوس الخطر إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مبرزين في المقابل الإنجازات التي تحققت في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال إبراهيم الغزال عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون، قال إن المجلس يتلقى مئات الشكاوى من طرف أسر بأكملها أجبرت على العيش في هذه المخيمات، ومن مواطنين ضحايا الانتهاكات المنهجية لحقوقهم الأساسية في ظل إفلات تام من العقاب وتحت أنظار الجزائريين. وبدورها قالت السعداني ماء العينين عن منظمة التواصل في إفريقيا وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، قالت إن وضعية المرأة في المخيمات تزداد سوءا بسبب عدم احترام حقوقهن الإنسانية، وطالبت بوضع حدا للدعايات المغرضة وبتفعيل المبادرة المغربية للحكم الذاتي لكونها ستضمن لجميع الصحراويين التمتع بحقوقهم الأساسية. تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، تمكنت من توقيف مواطن مغربي مقيم بفرنسا مرفوقا بابنتيه، وذلك لحظة استعداده لمغادرة التراب الوطني في اتجاه تركيا، وذلك للالتحاق بمجموعة داعش الإرهابية. هذا وأشارت وزارة الداخلية أن المعني بالأمر كان على علاقة مع خلية إرهابية تم تفكيكها في 14 من غشت الماضي، والذي كان مكلفا بإرسال مقاتلين إلى سوريا والعراق، سيمثل أمام العدالة بمجرد انتهاء التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. في ليبروفيل استقبل رئيس الغابون علي بونغو ديمبا الرئيس المدير العام لشركة اتصالات المغرب عبد السلام أحيزون، وذلك بمناسبة إطلاق الغابون تيليكوم فرع اتصالات المغرب إطلاق خدمات الجيل الثالث والرابع للهاتف المحمول. وقال أحيزون عقب هذا اللقاء إن الغابون تيليكوم يكون بهذا الإنجاز أول فاعل يطلق خدمة الجيل الرابع للهاتف المحمول بالغابون، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بسابقة من نوعها على مستوى منطقة وسط إفريقيا. هي فرصة قبل كل شيء أن نعلن أن خدمة الهاتف المحمول من الجيل الجديد المعروف باسم 4G هي اليوم تشتغل في الغابون، وهي تعمل في 4 مدن وستمتد إلى المناطق الأخرى من البلاد. نحن سعيدون لهذا الإعلان لأننا أول فاعل يطلق هذه الخدمة، وأن الأمر يتعلق أيضا بسابقة من نوعها على مستوى منطقة وسط إفريقيا. وفخامة رئيس الجمهورية طلب التسريع لتنفيذ هذا المشروع العصري والمهم للمجتمع والاقتصاد وعصرنة البلاد. وبدأ هذا المشروع يتبلور خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الغابون بليبروفيل، وقد تم آنذاك التوقيع على اتفاقية لإطلاق هذا المشروع المتجدد أمام فخامة رئيس الجمهورية والملك محمد السادس. وقام رئيس الجمهورية بأول اتصال وتبين الصبيب العالي أنه متوفر والسرعة الفائقة للإنترنت متاحة لكل المجتمع الغابوني. devant son excellence le président de la république et devant sa majesté le roi Mohamed VI. son excellence a fait les premières connexions et il s'est rendu compte que le débit le très haut débit est là, la grande vitesse, le grand confort de l'internet pour la société gabonaise est aujourd'hui à la portée de tous. أصبحت العديد من الأسر تفضل أن يتابع أبناؤها دراستهم العليا بالمعاهد والمدارس الخاصة، لكن مشكلة التمويل يعتبر من أهم الحواجز التي تحول دون تحقيق هذا الأمر. تفاصيل أوفى في روبورتاج رضوان بوحليح وطارق العمراني. عرف المغرب خلال السنين الأخيرة ظهور معاهد وجامعات دولية
تمكنت من جلب اهتمام الطلبة المغاربة الراغبين في تحقيق أهدافهم من أجل الحصول على شهادة جامعية متميزة، لكن تشكل المنح الدراسية هاجساً يؤرق غالبيتهم. سكينة بوكراش من بين 500 طالب استفادوا هذا الموسم من المنح المقدمة بالجامعة الدولية بالرباط، وذلك وفقا لمعايير وشروط حددتها إدارة الجامعة بين التفوق الدراسي والوضع الاجتماعي للطلبة. كنتمناو باش هاد النوفو موديل اللي درناه وتنأكد عليها بالشراكة مع لاكاس سنترال دو غارونتي زعما يتمشى مزيان وكيجعلنا حنا فاطمه نعطيو 100% ديال لابورس، على بالك كتعطي 50% ولا 60% كتعطيها سو فورم دو بورس و 50% كتعطيها سو فورم دو بري رامبورسابل. ومن بعد واحد السنوات 3-4-5 سنين كتولي عندك تيبداو داك الولا اللي خداو الكريدي اللي خداو داك البري رامبورسابل كيبداو يرامبورسيو، وداك الشيء باش كيرامبورسيو كتعاود تعطي لي بري لوحدين اخرين. تيشوفوا 3 كريتير، الاول لا نوت لا موين جينيرال تاع الباك، الثانيه تيشوفوا لو كونكور، ومن بعد تيشوفوا سيتوياسيون فاميليال. بالنسبه للمنحه تاع اللوجمون هذيك على قبل تاني البعد، بالنسبه ليا بحال انا ساكنه في العيون يعني بعيده بزاف عنا على الرباط، هادشي علاش. اعتمدت الجامعة خيار تقديم منح دراسية جزئية أو كاملة لفائدة الطلبة المتفوقين وغير القادرين على تحمل مصاريف الدراسة. هذه المنحة الدراسية تأتي على شكل تخفيض جزئي أو إعفاء كلي من مصاريف الدراسة والإيواء في إطار مشروع انخرطت فيه الدولة لضمان ولوج كافة فئات المجتمع من أجل تمويل تكاليف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة. اختاريت الجامعة الدولية للرباط حيت فيها لا فيليير اللي انا باغا لايروسباسيال، هي اون فورماسيون 100% ان انجلي وجامعة كلشي اللي متعلق ميكانيك روبوتيك الكترونيك، يعني سي اون فيليير بوليفالونت و سي لو ميتي دافونيغ في الماروك. رغم المساعي الطموحة للمشروع تظل قيمة التمويل محدودة، إذ لا يمكن أن تتعدى 100,000 درهم خلال 5 سنوات بمعدل 20,000 درهم في السنة، ما يعني أن هذا القرض لا يمكن لوحده أن يفي بالغرض بالنظر إلى التكاليف المرتفعة بالمعاهد العليا والجامعات الخاصة، لكن يمكنه أن يساهم في تمويل جزء من مصاريف التعليم المتميز والتأطير العلمي الجيد للطلبة. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يدرس تعيين مسؤول يتولى قيادة الجهود الأمريكية لمكافحة تفشي فيروس إيبولا، مضيفا أنه لا يزال يعارض فرض حظر على السفر من غرب إفريقيا إلى الولايات المتحدة. أوباما أعلن أيضا في ختام اجتماع أزمة مع مساعديه في البيت الأبيض، أعلن أن بلاده ستكون أكثر حزما في التصدي للتهديد الذي يشكله هذا الفيروس، مطالبا دول العالم ببذل جهود أكبر في محاربته بعد أن تفشى في مختلف بلدان العالم. يذكر أنه تم تسجيل إصابة ممرضة ثانية في تكساس بهذا الوباء، فيما أعلن في إسبانيا عن تسجيل 6 حالات مشتبه بها من بينها 3 أشخاص قدموا من إفريقيا. إلى العراق حيث قتل 36 شخصا على الأقل في هجمات ب4 سيارات ملغومة وهجوم بقذائف نفذت في ظرف ساعتين في مناطق شيعية بالعاصمة بغداد. وقالت شخصيات سياسية شيعية أن الهجمات هي من توقيع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وفي سياق متصل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات أمريكية نفذت 14 غارة على أهداف تنظيم داعش قرب مدينة كوباني الحدودية السورية خلال 48 ساعة الماضية. وأضافت القيادة أن الغارات الجوية أبطأت فيما يبدو تقدم التنظيم المتشدد، إلا أن الوضع الأمني على الأرض في كوباني لا يزال هشا. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بأن عدد القتلى خلال الاشتباكات بين تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد بمدينة عين العرب ارتفع منذ 6 سبتمبر الماضي إلى 662 قتيلا، نصفهم تقريبا من عناصر داعش.
في مصر لقيا رجلا أمن مصرعهما وأمس، وأصيب ثالث في هجوم استهدف سيارة للشرطة بمدينة العريش في شبه جزيرة سيناء. مصادر إعلام مصرية أوضحت أن مجهولين استهدفوا سيارة الشرطة بإطلاق قذيفة RPG. وللإشارة فإن قوات الجيش والأمن المصرية تقوم بحملات أمنية شمال سيناء في مواجهة مجموعات متشددة مسلحة. أعلنت الخارجية الصينية مجددا رفضها للانتقادات التي وجهتها لها بريطانيا والولايات المتحدة بشأن الحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ، مؤكدة أن ما يجري هناك شأن داخلي صيني. المتحدث باسم الخارجية شدد على أن شؤون هونغ كونغ هي جزء لا يتجزأ من الشؤون الداخلية الخاصة بالصين، مضيفا أنه لا تمتلك أي دولة أو فرد حق التدخل فيها. ذات المسؤول قال إن المتظاهرين أغلقوا الشوارع الرئيسية وعرقلوا عمل رجال الأمن وأضروا بشدة بالأمن العام في هونغ كونغ، موضحا أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يتقبل تلك التصرفات غير المشروعة. انضمت كل من فنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا وأنغولا وإسبانيا إلى مجلس الأمن الدولي أمس مقابل استبعاد تركيا من عضويته غير الدائمة في تصويت أثار مفاجأة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فبعد 3 أيام من التصويت بالبطاقات السرية حازت إسبانيا ضعف أصوات تركيا لتنتزع المقعد الخامس غير الدائم، كما انتخبت الدول الأربع الأخرى للعضوية غير الدائمة بغالبية واسعة ولولاية تستمر عامين اعتبارا من يناير المقبل. إلى هذا الخبر المنوع، حيث خضع رجل أسترالي لعملية جراحية لإزالة عنكبوت من بطنه بعد أن ظل داخله 3 أيام. وكان ديلان توماس يقضي عطلته في جزيرة بالي الأندونيسية عندما تسلل عنكبوت صغير إلى جسده وشق طريقه لمسافة أسفل الجلد امتدت إلى صدره. وقال توماس وقد رفع ملابسه ليكشف عن بطنه ويظهر مكان تسلل العنكبوت تحت جلده، قال إنه لم يشعر قط بأن حياته انتهكت بهذا الشكل من قبل. في خبرنا الرياضي، اعتذر فؤاد الصحابي عن التصريحات التي كان قد أدلى بها خلال برنامج بطولتنا على قناة ميدي أن تي في في الاثنين الماضي حول الفرق الكروية التي حضرت للمغرب لمواجهة المنتخب الوطني ضمن تحضيراته لكأس الأمم الإفريقية وخاصة المنتخب الموريتاني. خلال برنامج بطولتنا ديال الاسبوع المنفرد، فكنا خصنا واحد الحيز مهم، المباراه اللي جمعت المنتخب المحلي بالنظير ديالو الموريتاني، وديت مجموعه ديال التصريحات. فهاد التصريحات كتخصني انا، اعتقد لان قناه ميدي ان تي في ولا الزميل نوفل العوامله غير مسؤولين على هاد التصريحات. اكيد انه كتجمعنا علاقات ديال الود والاحترام والتقدير مع الاشقاء الموريتانيين بحكم الجوار، بحكم الدين، بحكم الثقافه، وباش ما يتساءش الفهم ديال مجموعه من الامور اللي صرحت بها في اثناء هذا البرنامج ديال بطولاتنا، باش يتوضح حد لهذا المسلسل وهذا اللغط الكثير. فانا كنقدم اعتذار رسمي للاشقاء الموريتانيين والحكومه الموريتانيه. فموريتانيا كاين تعاون سياسي ورياضي كبير بين البلدين، واكيد اننا كنحترمهم كثير، فمعذره الشعب، ونتمنى كامل التوفيق للمنتخب الموريتاني في المسابقات الافريقيه والمقبله ان شاء الله. وهذا تذكير بأبرز ما ورد في النشرة في هذه العناوين. تجسيدا لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء، الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال إنجاز المسرح الكبير للمدينة. صحراويون يدقون ناقوس الخطر بنيويورك إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف. والتحالف الدولي يكثف غاراته الجوية على مواقع داعش بكوباني شمال سوريا. إلى أقوال الصحف الآن مع سحر من سيمان، ثم عودة لأليسون فرنانديز لمتابعة هذا الموعد الأخباري الصباحي. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.